السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وبعد أن ذكر شروط صحة البيع، تكلم الآن عن الأوقات أو الأشياء التي لا يصح بيعها أو لا يصح البيع في وقتها، وغير ذلك مما يبين بعض الأحكام المتعلقة بالبيع. قال: يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. لا يصح البيع ولا الشراء في المساجد، لم تبنى لهذا الأمر للبيع والشراء. ولذا جاء في الحديث: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فلا يجوز أحد أن يبيع ويشتري في المسجد. وكذا من تلزمه الجمعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. كل من أمر بالسعي لا يجوز له أن يبيع، وكل من لم يؤمر بالسعي فإنه يجوز له أن يبيع. وهم لا تلزمه الجمعة مثل النساء، الكافر، المسافر، العبد، المريض، الصغير، كل من لا تلزمه الجمعة فيصح البيع منه. المريض شوي فيه كلام، لأنه الأصل أنه تلزمه الجمعة وإنما تركها لعذر، الأصل أنه تجب عليه الجمعة، ولكن ترك. لكن هؤلاء لا تجب عليهم أصلا الجمعة ولو كانوا أصحاء لا شيء فيهم. قال: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. أيضا لو تضايق وقت المكتوبة لا يجوز البيع، لأنه البيع يعني تفويت الصلاة المكتوبة عن وقتها، فهذا أيضا لا يجوز. هذا أظن تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. نعم. قال: ولا بيع نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأشياء التي لا يجوز بيعها. قال: لا يجوز بيع العنب والعصير المتخذي خمرا. الأصل أن العنب يجوز بيعه، أنه يؤكل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق، فالأصل أنه يجوز بيعه العنب، وكذا البيض، وكذا الجوز. لكن لو علمت، وكذا السلاح، لكن لو علمت أن هذا الذي يريد أن يشتري هذه البضاعة يريد أن يتخذها لشيء محرم، لا يجوز بيعها له، لا يجوز بيعها له. فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد يشتري السلاح منك ليقتل به شخصا، لا يجوز أن تبيعه. آخر يريد أن يشتري منك هذا السلاح ليصيد به طيرا، يجوز بيعه. إذا ليست العلة في بيع السلاح، وإن العلة في بيع السلاح على من. وكذا العنب، واحد يبيع عنب أو تمر، في مشكلة؟ كلنا نشتري عنب ونشتري تمر، لكن إذا علمت أن هذا يأخذ العنب يتخذه خمرا، أو يأخذ التمر يتخذه خمرا، لا يجوز بيعه له. هذا يشتري البيض أو الجوز أو كذا ليتعامل به بالقمار، لا يجوز بيعه. وهكذا. والأشياء إذا هذه محرمات، لا لذاتها وإنما لمقصودها، لمقصودها، فتحرم لأجل هذا الأمر. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. القن العبد، القن العبد، لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا كان لا يعتق عليه. كيف يعتق عليه؟ القاعدة عند أهل العلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هذه قاعدة،
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. الرحم المحرم هو كل من لو كان أنثى وأنت ذكر لا يجوز تزوج بينكما، هذا يسمونه الرحم المحرم. يعني الرحم المحرم بالنسبة لك من النساء سبع المحرمات: أمك، ابنتك، أختك، عمتك، خالتك، ابنة أختك، ابنة أخيك. هؤلاء إيش؟ محرمات عليك. لو اشتريت عبدا وهذا العبد أبوك، ابنك، أخوك، عمك، خالك، ابن أخيك، ابن أختك، هذا يسمونه رحم محرم، يسمونه رحم محرم. أي واحد من هؤلاء السبعة اشتريته وهو عبد ما يحتاج تقول له اذهب فأنت حر في سبيل الله، مجرد أن يدخل في ملكك يكون حرا، مجرد أن يدخل في ملكك يكون حرا. لا يجوز للحر أن يملك عبدا ذا رحم محرم عليه. فلو أنا كان ابني عبدا فاشتريته قلت يكون عبد عندي ولا عبد عند غيري، مجرد أن أشتريه يصير حرا. اشتريت أخي يصير حرا، ما أحتاج أقول له أنت حر لوجه الله، صار حرا. اشتريت خالي صار حرا، اشتريت عمي صار حرا، اشتريت ابن أخي ابن أختي يصير حرا مباشرة. فلا يجوز بيع القين لكافر إذا كان لا يعتق عليه. فلو جاءك كافر يريد أن يشتري عبدا مسلما ولكنه أخوه يجوز تبيعه، لكن مجرد أن تبيعه يصير حرا فيجوز. أما تبيعه عبدا لا يصير حرا بملكه له فلا يجوز. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأنت جعلت عليه السبيل لأن هذا سيده وهذا عبد عنده، فأنت تسببت في أن يكون مسلم لكافر عليه سلطة، أنت تسببت في هذا لما بعته لذلك الكافر. طبعا هذه يعني بعض الأشياء التي يحرم بيعها، وإلا أبواب البيوع المحرمة كثيرة جدا. فمن ذلك من البيوع المحرمة مثلا بيع المنابذة أو بيع الملامسة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعض أنواع هذه البيوع المحرمة. كذلك بيع الدم لأنه ليس له ثمن في الشرع، وبيع عسب الفحل اللي هو مني الفحل كما يفعل بعض الناس الآن، بيع مني الخيل أو مني التيس أو مني البعير أو غيره، كل هذا لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه صلى الله عليه وسلم. كذلك فضل الماء، الماء الزائد عندك لا يجوز أن تبيعه على الناس إذا كانوا محتاجين إليه. كذلك المزابنة، المزابنة كذلك من البيوع المحرمة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وبيع الغرر وحبل الحبلة، حبل الحبلة يعني تشتري الناقة وما ستحمل به الناقة تبيعه، تقول أنا أبيعك ولد الناقة إذا لقحت. الله، يبيع ولدها إذا لقحت، هي ما لقحت للحين. فالحبل لا يجوز بيعه لحمله، فكيف بحبل حبل الحبل اللي هو حمل الحمل، كذلك هذا لا يجوز بيعه. كذلك المضامين وهو ما في بطون الإناث، هذه لا يجوز بيعه. الملاقيح وهو الذي في ظهور الرجال، قصدي يعني الإبل اللي هو البعارين، كذلك لا يجوز بيعها. بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، كل هذه بيوع محرمة. وتدور تقريبا البيوع المحرمة على ثلاثة أمور: إما أن يكون غررا، وإما أن يكون ربا، وإما أن يكون ظلما. بيع ظلم أو غرر أو ربا، تدور جميع تقريبا البيوع المحرمة حول هذه النقاط الثلاث. نعم. وأما السوم على سوم المسلم مع القسط الصغير وبيع المسلم
والأمل التي يضعها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. نعم، هذه أيضا بعض البيع المحرمة، منها بيع المسلم على أخيه المسلم، لا يجوز، لا يبيع مسلم على بيع أخيه أبدا، ولا يسوم على سومه. والبيع على البيع إما أن يكون، يعني مثاله يعني إنسان اشترى مثلا كتابا من دكان، بكم هذا الكتاب؟ قال له هذا الكتاب بعشرة دنانير، قال اشتريت، اشتراه، فأنت الآن رأيته اشتراه بعشرة دنانير، فتأتيه بعد أن يشتري تقول له أرجعه وأنا أعطيك نفس الكتاب، الكتاب نفسه بتسع دنانير، هذا بيع على بيع أخيك، بيع على بيع، أو العكس الشراء على شرائه، كان هو يريد بيع كتابه فيأتي شخص يقول أشتريه منك بعشرة، فبعد أن اشتراه تأتي أن تقول أرجعه وأنا أشتريه منك بأحد عشر دينارا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يحرم هذا البيع، لا يجوز المسلم أن يبيع على أخيه المسلم. طيب، إذا السوم، كذلك السوم، السوم إذا اتفقا، أما إذا كان لم يتفقا والسوم مفتوح ما في مشكلة، لكن إذا تراضيا على سوم معين لا يجوز لك أن تدخل هنا بينهما. أما إذا كان الباب مفتوحا والسلعة معروضة وكل يدلي برأيه، أدلي برأيك، حالك حالهم، سوم. لكن إذا اتفقا في رضا صريح بينهما وإن كان لم يتم البيع، مثلا قال من يشتري هذه، من يشتري، بكم 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 بكم، إلى أن وصل شخص يشتري هذه البضاعة بسبعين دينار مثلا، قال أنا اشتري بسبعين دينار، فقال العصر أجيبها، لكن لم يتم البيع، مجرد اتفاق على السعر، قال العصر أجيبها وتشوفها وإذا عجبتك تشتري، فهنا لا يجوز لك أن تتدخل تقول ثمانين هنا، لأنه في رضا صريح بين الطرفين، وهذا كله فيه إيذاء للمسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالبيع على بيع أخيك والسوم على سومه والشراء على شرائه كل هذا لا يجوز، لكن الفرق أن العقد يصح هنا، في السابق اللي هو البيع على بيعه لا يصح، تم البيع، لكن السوم على سومه يصح مع التحريم، مع الإثم. الفرق بين السوم على السوم والبيع على البيع أن البيع على البيع لا يصح لأن تم البيع أصلا، لكن السوم على السوم هو لم يتم البيع، فلذلك يحرم لأنه فيه إيذاء للمسلم لكن مع صحة العقد. أما بيع المصحف فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب أنه يجوز بيع المصحف لأن الحاجة قاضية بذلك والناس يحتاجون أن يشتروا المصحف وكذا. الإمام أحمد مذهبه أنه يحرم بيع المصحف من باب إكرام المصحف، ليس بضاعة تباع وتشترى. ولذا بعض أهل العلم يقول حتى إذا اشتريت المصحف لا يجوز أن تقول بكم المصحف، لأنها ليس له قيمة، قيمته عالية جدا، فلا يجوز أن يقيم بالدنانير أو غيره، وإنما تقول بكم أخذه بدون ما تقول بكم المصحف إلى هذه الدرجة. قالوا ولا تساوم، تقول بكم المصحف، قال خمس دنانير امش، ما عجبك السعر عجبك السعر اخذه بس واسكت، لا تساوم، نقص زيد كذا، مصحف هذا الدنانير التي ستدفعها ليست قيمة للمصحف، مثل ما تشتري أي كتاب أو أي جهاز أو كرسي أو شيء تساوم فيه، لأن هذه شيء مقابل شيء. وتذكرون لما قلنا تعريف البيع هو إيش؟ مبادلة مال بمال، المصحف ليس مالا وإنما بيعه لحاجة الناس إليه. فلذا الإمام أحمد مذهبه لا يجوز بيع المصحف وإنما يهدى، لا يباع المصحف. والذي قال يباع وهو الإمام مالك رحمه الله تبارك يقول لحاجة الناس إلى ذلك، وما زال الناس يتبايعون في المصاحف، لكن مع هذا يقول من الآداب وأنت تشتري المصحف لا تقول له بكم المصحف وإنما تقول بكم هذا، وإذا أعطاك السعر مناسب أخذ، مو مناسب امش، لا تكاسر في المصحف وكذا. فالقصد هذا كله من باب التأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال
والأمل التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. الأمة اللي هي العبدة مملوكة لا يجوز الإنسان أن يبيعها بعد أن يطأها، لا يجوز أن يبيعها بعد أن يطأها. لماذا؟ يعني أنا عندي أمة الآن وطأتها، جامعتها، في احتمال تحمل مني، هذا أمر وارد جدا. فإذا وطأت هذه الأمة ثم بعد ذلك أريد أن أبيعها، يقول لا تبيعها الحين، أصبر حتى تحيض بحيث أنها ما حملت منك بعدين تبيعها. ما يجوز أنك تبيعها لأن أنت تبيعها اللي بيشتريها بيطأها، فتختلط إيش؟ المياه، منيك ومنيه، ما يجوز هذا الأمر. وإذا لابد أن تستبرأ، لابد مثل المرأة الحين لا طلقت، ما إيش يعمل تعمل؟ تعتد بثلاث حيض حتى يتأكد أنها ما حملت من مطلقها. كذلك الأمة تعتد بحيضة حتى يتأكد أنها ما حملت من سيدها التي كانت عنده. فلا يجوز بيعها قبل استبرائها، بل ينتظر حتى تحيض ويتأكد أنها ليست بحامل، بعد ذلك يجوز بيعها. إلا إذا أخبر المشتري قال وطأتها، انتبه، وطأتها، لا تأتيها حتى تحيض، لا يجوز لك أن تأتيها حتى تحيض، ويثق به. وهذا الأمر قد لا ينضبط حقيقة، قد لا ينضبط. ولذا الأصل ما عليه المذهب أنه لا يجوز بيعها قبل استبرائها، لكن العقد صحيح. نعم. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمنه هو وزيادته كمقصود. نعم، قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. العقد الفاسد الذي قلنا قبل قليل أمثلة العقد الفاسد، هذه العقود الفاسدة، اشترى ما ليس يملك، اشترى أمرا محرما، اشترى ما لا يمكن تسليمه، شروط صحة البيع التي ذكرناها. طيب، ما يجوز لك أنك تتصرف فيه لأن العقد فاسد أصلا. فإذا تصرف الإنسان بهذا الذي اشتراه، طيب، يضمنه، لأنك أنت تصرفت، أنت عقد فاسد أصلا، ما تعتبر اشتريت. الشراء هذا كلام لا قيمة له لأن العقد فاسد، العقد فاسد، فإذا الشراء لا قيمة له، فلا يجوز أن يبيع. فإذا تصرف ضمنه، إذا تصرف ضمنه. لماذا؟ لأن العقد فاسد، فكيف تتصرف فيه؟ فيرده قال كالمغصوب، يعني يعامل على المغصوب. يعني الإنسان لو غصب سيارة من شخص، أخذها غصب ثم أخذها وتصرف، باعها مثلا، غير مثلا إطاراتها، حسنها، جملها، ركب لها صبغها، ركب لها أشياء إضافية، كذا كذا كذا، يرجعها باللي فيها، ما يقول والله أنا صبغتها خسرت عطوني، عليك عقد فاسد، ليش تصرف فيها؟ فالعقد الفاسد إذن لا يصح تصرف به بهذه الأشياء التي باعها أو اشتراها. نعم. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعثه أو رهن أو ضمين معين أو شرط صفة في البيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازيت صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فإن مشتري فس أو أرشو فرض الصفة. نعم، الشروط في البيع، الشروط في العقد قسمها قسمين، قال صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. ثم ذكر أمثلة الصحيح، قال فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، قال شرط صحيح، أنا جيت اشتريت منك مثلا بيتا، فقلت أنا أريد أن أشتري هذا البيت، تبيع؟ قال أبيع. قلت بس بشرط، قال ما هو الشرط؟ قلت أسلمك
ثمن البيت بعد شهر، الحين ما عندي، بس أنا شريت وبعد شهر أسلمك المال، يجوز هذا الشرط صحيح ولازم. قلت له أعطيك الآن ثلاثة أرباع القيمة وربع تصبر عليه ستة أشهر، بعد ستة أشهر أعطيك الربع الباقي، يصح. لو قدر تم البيع وبعد غد راح اشتكي علي عند القاضي، قال أنا بعته وما سلمني فلوسي، فأنا هنا أقول للقاضي بيني وبينه شرط، سواء كان الشرط مكتوبا أو مشهودا عليه. طبعا إذا مكتوب ولا مشهود هذا هو قصر هنا، لكن القصد أن شرط ثابت أو هو يعترف بهذا، فيقول للقاضي لم يعطي، فيقول أنت اشتريت البيت؟ قلت نعم اشتريت البيت. قال لماذا لم تعطيه الثمن؟ قلت أنا شرطت عليه، قلت أعطيك الثمن بعد شهر، وهو قبل بهذا. فيأتي القاضي يقول أنت قبلت بهذا الشرط؟ قال نعم. قال وش تبي الحين؟ قال لا هونت أبي فلوسي. لا يعطى، لا يعطى، يلتزم بالشرط لأنه وافق عليه، فيلتزم بهذا الشرط الذي وافق عليه. قال أو رهن أو ضمين معينين، يعني الرهن أو الضمين هذا في العقود بشكل عام. أنا قلت له أبيعك هذا البيت بكم؟ قلت بمئة ألف. قال طيب متى تسلمني المال؟ قلت سلمك المال بعد سنة. قال موافق، ارهن عندي رهنا، إذا ما سلمتني بعد سنة أتصرف بهذا الرهن، أو من يضمنك؟ ائتني بمن يضمنك. وهنا فرق، وسيأتي إن شاء الله فرق بين الكفيل والضمين. نحن الآن في الكويت في الأصل نتعامل نقول كفيل، الكفيل غير ضامن، الضمين غير الكفيل، الكفيل بالبدن، الضمين بالمال. فلما أقول أنا أضمنه يعني إذا ما دفع أدفع، لما أقول أنا أكفله إذا ما دفع أجيبه لكن ما أدفع. وذاك البعض يسميه كفالة تضامنية عشان يطلع من المشكلة، يقول كفالة تضامنية. في كتب الفقه يفرقون بين الكفيل والضمين، فالضمين يدفع، الكفيل يأتي به، يقول أنا أجيبه إذا ما، لكن ما أدفع شيئا، أنا ألتزم أن أحضره لكن لا ألتزم أن أدفع. الضمين هو الذي يلتزم أن يدفع. فإذا شرط في البيع أن يكون هناك رهن أو أن يكون هناك ضمين فله ذلك، وهذا شرط صحيح. قال أو شرط صفة في المبيع، شرط صفة في المبيع، قال كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة، هملاجة سريعة، طيب، أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي اللي هو الطير صيودا. فهذه شروط أشترطها في المبيع. أنا بيشتري مثلا، يبيعني مثلا مسجل، أقول شرط هذا المسجل مثلا يشتغل على الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة، قال أبد يشتغل على كل هذه الطرق. بعد ما اشتريته ثبت أنه إيش ما يشتغل على طريقة واحدة، لأني أرجعه لأن أخلى بالشروط التي طلبتها منه. شريت مثلا سيارة، اشترطت أن هذه السيارة مثلا فيها تكييف أمامي وتكييف خلفي مثلا، فلم قال لي كل شيء موجود، لما شريتها تبين لي أنه ما فيها تكييف خلفي، إذن أخلى إيش؟ أخلى بالشرط لي أن أرد المبيع. أو أخذ الأرش، الأرش هو تعويض لأن السعر اختلف، يعني السيارة اللي فيها تكييف أمام وخلف مو مثل سعر السيارة اللي فيها تكييف أمام فقط. مثلا سيارة مثلا دفع رباعي، سيارة دفع ثنائي مثلا، اشتريت مثلا كتابا مثلا يكون خياط مثلا مخيط، ما هو تجليد عادي وإنما مخيط، فأخذت طلع تجليد عادي ممكن يتقطع بسهولة، وهكذا بقية الأشياء. المهم إذا شرطت شرطا في المبيع وثبت أن الذي باعني لم يفي بهذا الشرط، فلي واحد من اثنين، إما أني أرد المبيع أقول هذه بضاعتك عطني فلوسي، هذا جائز، أو أني أخذ الأرش وهو العوض، أقول لا أنا اشتريتها منك مئة دينار رجع لي 30 أو رجع لي 20 حسب ما يتفق عليه، ما يتفقان عليه، ف
فيعيد له بعض المال ويسمونها الأرش وهو التعويض، يعوضه عما فقده من الصفة التي كان يريدها في هذا المبيع. نعم. قال ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. نعم. قال يصح أن يشترط البائع للمشتري منفعة، منفعة في الذي باعه مدة معلومة، يعني بعته بيتي، تم البيع بكم تشتري البيت؟ قلت بمئة ألف، قال تم، بس تعطيني شهر، أحتاج شهر حتى أجد لي مسكنا آخر، أحتاج شهر أجلس في هذا البيت، أو سأسافر أنا بعد شهر، أحتاج شهر، أسلمك السيارة بعد أسبوعين، أعطيك الدابة التي اشتريتها بعد كذا. وهذا قد ثبت، النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة كان معه جابر بن عبد الله، وجمل جابر رضي الله عنه كان بطيئا فسبقه الناس وهو آخر واحد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا جابر؟ قال استعسر علي الجمل، استعسر علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فانطلق جمله، فأتاه قال تبيعه يا جابر؟ تبيع بعيرك؟ فقال هو لك يا رسول الله، بدون بيع، ما بيني وبينك بيع. قال هو لك يا رسول الله؟ قال لا، بعنيه، أما ما أبيك تعطيني هدية، بعنيه. قال سمه يا رسول الله، قل كم تبي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دينار. فقال يا رسول الله دينار؟ تبخسني، يعني قليل دينار. فاتفق معه على سبعة أواقل من ذهب، يعني يبيعه إياه. فوافق جابر، فقال بس يا رسول الله بشرط. قال ما هو الشرط يا جابر؟ قال أركبه إلى المدينة، يعني أستعمله من الآن إلى أن نصل أستخدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. المهم لما وصل المدينة بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل نادى بلالا، قال أعطي جابر سبعة أواقد، يعني قيمة الجبل، فأعطاه، قال وأعطه البعير هدية مني له، فأخذه. فالشاهد من هذا اشتراط جابر، هذا لنبيه، اشتراط جابر أنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى المدينة، مع أنه إيش باعه، مع أنه باعه اشترط ركوبه، فأذن النبي بذلك، وهذا يسمى من إقرار، أقره على ذلك النبي، أقره على ذلك. فالشاهد من هذا أنه يجوز أن يبيع ويشترط، أن يبيع ويشترط شيئا في المبيع نفسه. قال ويصح أن يشترط المشتري على البائع أن يحمله توصيل، اشتريت لك مثلا، اشتريت غرفة، غرفة نوم مثلا، أو مطبخا، أو ما شابه ذلك، أو ثلاجة أو غيره، تقول بكم؟ قالوا مثلا بمئة دينار. قلت طيب مع التوصيل توصلونها لي، توصلون لي هذه البضاعة، قال نوصلها لك. فهذا الشرط هذا خارج المبيع، لكن يجوز، يجوز هذا الشرط لأنه تابع له، لأنه تابع له، يجوز لك أن تشترط عليه أن يوصله لك. اشتريت خام، قطعة خام قماش من الخياط، قلت أشتري على أن تخيطه، تخيطه لي، قال نعم أخيطه لك، يجوز. فالقصد أن الشرط إذا كان ضمن المبيع فإنه لا شيء فيه. نعم. قال رحمه الله فصل والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة منهي عنه، وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل إن تزوج أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي. الآن هذه شروط خارج المبيع، خارج المبيع. قال أبيعك بيتي هذا بشرط، قال ما هو الشرط؟ قال تزوجني بنتك، ايش دخل هذا بهذا؟ فهذا شرط خارج، أو تتزوج ابنتي، طيب، أو أبيعك البيت بس شرط أنك تقرضني 5000،
أو أنك تأجر لي سيارتك، أمور خارجة عن إيش؟ هناك المبيع نفسه، الشروط تابعة للمبيع. أبيعك بعيري على أن أركبه، أبيعك بيتي على أن أسكنه، من ضمن المبيع نفسه. هنا لا، شروط خارجة. أبيعك تزوجني، إيش دخل أبيعك بتزوجني؟ أبيعك تقرضني، أبيعك تأجر لي المكان الفلاني شيئا آخر بعيد. فكل هذه الشروط لا قيمة لها وتفسد البيع، وتفسد البيع لأنها لا تصح مع البيع. كبيع شرط بيع آخر، أبيعك بيتي بشرط تبيعني سيارتك، ما يجوز هذا الشرط، ما يجوز أن تشترط علي شرطا خارجا المبيع نفسه، أو سلف أو قرض أو إيجارة أو شركة أو بيعتان في بيعة المنهي عنها. البيعتان في بيعة سيأتينا ذكرها إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن أنواع البيوع المحرمة. وذكر بعضهم أن صورة بيعتين في بيعة هي أن لا يتفق على بيعة معينة، وإنما يكون الأمر مطلقا، أن يكون الأمر مطلقا. مثال أن يقول له هذا الجهاز أبيعك إياه بمئة دينار نقدا وبمئة وعشرين مقسطا. واضحة؟ مئة دينار نقدا، مئة وعشرين مقسطا. قال قبلت. قبلت إيش؟ لا بد تقول قبلت واحدة من الثنتين. قد يكون هو قال قبلت يقصد إيش؟ مئة نقدا. فأنا أقول طيب ما انتهز وهاتي وأعطيته، وين الفلوس؟ قال لا أعطيكها بعدين، أنت قلت لي قبلت. هي قال قبلت مقسطا، ما قبلت نقدا. أو العكس، يقول قبلت هو يريد إيش؟ نقدا وأنت تريد مقسطا، فقال قبلت. فهذه بيعتان في بيعة، وهو أن تذكر بيعتان وينفصل المجلس دون الاتفاق على إحداهما. أن تذكر بيعتان وينتهي المجلس دون الاتفاق على إحداهما. وجاء فيهما الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فهذه لا تصح بهذه الطريقة. نعم. قال ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل منفسد. أي نعم، من باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ. يعني ما يذرع يعني يباع بالذراع، يقاس بالذراع اللي هو مثل الخام القماش مثلا، يباع بالذراع. فقال لي كم ذراع هذا أو كم متر، خلينا احنا نتعامل بالأمتار. قال لي كم متر هذا؟ قلت له هذا 20 متر. قال اشتريت بكم؟ كذا كذا، خلاص تم البيع. راح البيت شاف ولا 18 متر، إذن صار شنو؟ ناقصا، صار ناقصا لي الفسخ، له الفسخ. يأتي يقول عطني فلوسي، هك بضاعتك. قلت ليش تم البيع؟ قال تم البيع، أنا قال لك 20، هذا إيش؟ 18 متر. قال إيش فرقت متر؟ أعطيك العوض. قال لا ما بالعوض، أنا محتاج 20، ما تكفيني 18 متر، أنا محتاج 20. ثاني أنا اتفقت معك على 20 وأنت اللي أعطيت، قيس هذا 20 ولا لا؟ قال شوف رقت أعطيك العوض. لا، لي الفسخ ولي القبول، يجوز أن أقبل. أقول طيب قبلت وعطني مثلا، رجع لي مثلا 20 دينار مثلا بدل هذا النقص، يجوز. لكن أيضا يجوز لماذا؟ الفسخ. والعكس صحيح، لو طلبت 20 وطلع 22 مثلا، وأيضا جيت وقلت لا هذا أكثر من الذي طلبته أنا، أنا ما أحتاج، أنا أبيع 20. قال أقص لك. لا ما تقص لي، بتغير بتأثر كذا كذا، أنا أبيع 20 رجع لي الفسخ أيضا. فالقصد أن الفسخ للجميع، الباع والمشتري، طالما أنه ظهر إيش أقل أو أكثر، لأن هذه الأشياء التي تذرع ليست إيش دقيقة بالذراع، فقال فلكل الفسخ. نعم. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، وهو على
الفرقة. وتأثر الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. نعم، الخيار معناه طلب خير الأمرين، يعني اللي يقول عطني فرصة أفكر، هذا الخيار. الخيار عطني فرصة أفكر، يعني تم البيع، بعتك هذا بكم؟ قلت بمئة، قال قبلت شريت، بس لي 3 أيام بستشير، أبعرض بشوف أهلي كذا، عجبهم ما عجبهم، ربعي بسألهم، أبجرب كذا، لي 3 أيام احتمال الرجعة. هاي يسمى إيش؟ خيار المدة، أن لي مدة خيار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، فلي خيار المدة، أقول أنا بس عطني فرصة 3 أيام وسلمت الفلوس وسلمني البضاعة، ما عندنا أي مشكلة، لكن خلال هذه 3 أيام لي الحق أني إيش؟ أرجع. وكذلك العكس، هو له الحق أن يرجع إذا أيضا طلبه هو. إذا الخيار لمن؟ للبائع والمشتري. يعني قلت لا أنا عطني خلاص أنا اشتريت بس لي 3 أيام أن أتراجع، خلال 3 أيام هذه لي الحق إيش؟ أني أتراجع. قال طيب وأنا أيضا لي 3 أيام لي الحق أن أتراجع، ما في مانع. إذا الخيار لمن؟ للبائع والمشتري. هذا الخيار الأول يسمى خيار المجلس، الأول يسمى خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، إلى أن يتفرقا. عفوا أنا رحت على خيار المدة، لا هذا خيار المجلس غير. خيار المجلس أثناء المجلس، قاعدين مثلا في الديوان، ما يصير في المسجد لأن المسجد ما يجوز فيه البيع، صح ولا لا؟ نعم، جالسين في الديوان مثلا، طيب وتم البيع بيننا، اشتريت قلمك، قلت بكم هذا القلم؟ قلت لي هذا القلم 30 دينار، قلت اشتريت، تفضل هذا القلم، يلا جزاك الله خير، هذه 30 دينار. وحنا جالسين في المجلس كذي، بعدين قلت انا كنا غالي القلم، فلان هون تاك قلمك عطني فلوسي، هذا يسمونه خيار ايش؟ يعني ما لم نتفرق. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرق، هذا خيار، انا رحت على خيار الشرط. الان هذا خيار المجلس، خيار المجلس او خيار المدة عفوا، هذا خيار المجلس. اذا لك الخيار طالما انك ايش؟ ما طلعت، طالما انك ما زلت في المجلس لك الخيار انك تتراجع، سواء كنت بائعا او مشتريا لك الحق ان تتراجع، تهون عن البيعه. طيب ما لم يتبايع على لا خيار. قال بكم هالقلم هذا؟ قال ب30 دينار. قال اشتريت هذا 30، سواء سلم الفلوس ولا ما سلم هذا ترى مو مهم، حتى سلم القلم مو مهم، بس نفرض يعني سلم القلم، قال اشتريت خلاص. قال له بس شوف، قال مو بعد شوي تيجي هونت، خاصة إذا هذا يمكن تعود يهون كذا مرة. قال شوف مالك حق تهون، موافق ولا مو موافق؟ قال ليش يا أخي؟ قال المهم أنا كذي أبيع بهالطريقة، أبيع تبي تم، ما تبي اترك، لا خيار لك، راضي أو غير راضي. إذا قال راضي خلاص يسقط الخيار، إذا قال لا ماني راضي قال خلاص ما تم البيع بيننا. إذن إما أن يكون البيع لا خيار للاثنين، أنت مالك خيار وأنا مالي خيار، تم هاك فلوسك هاك عطني قلمك خلاص انتهينا، تم البيع هنا، واشترط عدم الخيار البائع والمشتري. أحيانا واحد منهم يشترط، واحد قال أنا لي أفكر عطني لنهاية المجلس، أو بدون ما يقول هو له لنهاية المجلس، واحد قال ترى ما تراجع عن البيع، زين؟ قال لا إن شاء الله ما تراجع عن البيع، لكن اللي باع هو اللي تراجع له الحق لأنه ما اشترط عليه. فإنما يسقط الخيار عند من أسقطه، اللي يعني هذا حقك، خيار المجلس حقك، أنا وياك في المجلس لك الحق أن تتراجع عن البيع ولي الحق أن تتراجع. كونك أنت تنازلت عن حقك لا يعني هذا أني أنا إيش يلزمني أن أتنازل عن حقي، وإنما هذا حق لك وحق لي، اتفقنا على أن لا خيار، فأسقطت أنا حقي وأسقطت أنت حقك، أنت أسقطت حقك لا يلزم أن يسقط أنا حقي، هذا يسمونه خيار المجلس. قال ما لم يتبايع على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار
الآخر قال وينقطع الخيار بموت أحدهما، لن تم البيع إذا مات أحدهما في المجلس، واحد باع وبعدين جت سكتة قلبية في المجلس، تم البيع. ليس لأولاده أن يقولون لا أبوي أبونا كان له الخيار حنا بداله، لا ما يصير، خلاص الخيار له وليس لكم أنتم. إذا الخيار للبائع، الخيار للمشتري وليس لأطراف أخرى، لا بجنونه، لأن الخيار ما زال له، فإذا صرع مثلا أغمي عليه مثلا أو كذا ما يسقط خياره، لأن كان له حق في الخيار، إذا أفاق له الحق أن يقول إيش هونت عن البيع. قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني واحد تم البيع بينه وبينه ويعرف، فقيه هو، ها يعرف شيء اسمه خيار المجلس، يعني أنا وعبد العزيز مثلا قلت له تبيعني سيارتك، قال تم، تم المبلغ الفلاني، قال تم، تم البيع الحين بيني وبينه. بس عبد العزيز فقيه، أنا ما عندي فقه، زين عبد العزيز بسرعة يا تصبحون على خير مع السلامة، طلع. ليش طلع؟ يمكن يهون، واضح ولا لا؟ فخرج لأجل إيش؟ يضيع علي حقي، وهو خيار إيش؟ خيار المجلس. لأن أحيانًا ترى أنت في أشياء كثيرة يمكن لما تبيعها أو تشتريها أو كذا بعد نص ساعة ربع ساعة تقول شنو؟ كني استعجلت، صح؟ كني استعجلت، كنا ما يسوى السعر اللي عطيته، كأنه يبدأ عاد إبليس يدخل عليك، وهو أحيانًا مو إبليس يعني فعلًا أنت كنت مستعجل يمكن وكذا. فيقولك لا يجوز لك أن تخرج لتحريمه حقه. النية شينة، النية شنو؟ شين، أنت ما كنت تبي تطلع بس طلعت من المجلس، لماذا؟ لتحرمه حق الخيار، لتحرمه حق خيار المجلس، فهذا لا يجوز، لأنك يجب عليك أن تعطيه حقه الذي له، هو خيار المجلس. خليني ينتهي المجلس، اطلع طلعتك الطبيعية، يطلع طلعته الطبيعية إلى أن ينفخ المجلس، بعد ذلك خلاص تم البيع. أما تطلع بسرعة هكذا عشان بس لا يتراجع أو لا يفكر صح أو كذا، بغض النظر حتى لو يعني البيعة من صالحة، حتى لو البيعة ما فيها غش، حتى لو البيعة زينة، هذا موضوع آخر، لكن القصد لا تحرمه حقه في خيار المجلس. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.